السيدة فيروز أم علي للسيدة بتول حسين عبد. عبد مجموعة المواد الغذائية وملابس مدرسية لصالح السيدة بتول. يعني شو تقولين للمتبرعة اللي تبرعت بهاي؟ رحم الله والديها ويعطيها العافية وإن شاء الله يكثر عليها أزيد وأزيد بعد. هي وصلت لي وصلت مواد غذائية وشكر وعدس وفاصوليا وحمص وجرت للأطفال هم قاعد تشتروهم وبناطيل مدرسية. رحم الله والديها. بس هي شو تريد يعني ليش بين الأطفال يستمرون بالدراسة؟ إن شاء الله هو ما أقدر أبطلهم ذول الجهات. اي والله. هاي الكلمة الأخيرة شو تقول لها؟ أكلها شكرين ورحم الله والديها ويعطيها العافية ويكثر من أمثالها إن شاء الله، على مود ترحم الفقير والما عنده. أمها تبغى تطلع شو هالمبلغ؟ رحم الله والديكم ويعطيكم العافية إن شاء الله. إن شاء الله خير إن شاء الله. بعد قلبي.